أعزائي المشاهدين في كل مكان، برحب بيكم النهاردة في فيديو جديد معايا عن توقعات الأبراج. أنا مريم، لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تدعموني باللايك، ولو لسه ما اشتركتوش انتم مستنين ايه؟ اضغطوا على الاشتراك وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل فيديو جديد معايا. أنا بكبر بيكم ومعاكم. توقعات برج الدلو الاثنين 28 يونيو حزيران 2021. لا تتوقع أن تتقدم للأمام في الأسبوع المقبل. توفر سماء يوم الاثنين طاقة بطيئة وثابتة، حيث ينهي القمر الراعي إقامتها في برجك. ارسل طاقتك نحو جسمك وصحتك في مشاعرك غير المعلنة لتحقيق أقصى استفادة من اليوم. في وقت لاحق يتحول القمر إلى برج الحوت الإبداعي، ويندمج مع كوكب المشتري الطموح، مما يمنحك إلهاما جديدا للتقدم نحو مواهبك. عاطفيا، أبهرهم يا عزيزي برج الدلو الأعزب مع كل من المريخ والزهرة من خلال البيت السابع الذي تم الالتزام به من الاتفاقيات والتسويات والتنازلات المهمة والاتصالات الفردية، فأنت لا تشعر فقط بالجراءة الكافية للتواصل مع حبيبك، ولكن أيضا تجذب الخاطبين المحتملين إلى اليسار واليمين. في هذه الأثناء، مع وجود القمر بجوار كوكب المشتري في المنزل الثاني لأنظمة القيم التي تبحث عن الراحة، هناك شيء واحد مؤكد، أنت تشعر بنفسك ولسبب وجيه. تذكر، القمر يحدد حالتك المزاجية، والمشتري يوسع كل شيء يلمسه. لذا ماذا تعتقد أن يحدث عندما يجتمع هذان الشخصان عبر هذا المنزل الذي تحكمه كوكب الزهرة؟ أنت تدرك جيدا قيمتك وكذلك الجميع. مهنيا، يمنحك الكون القدرة على أن تكون على طبيعتك. يمكنك أن تشعر بالتشجيع في مشاركة أفكارك الفريدة اليوم، هذا سوف يخدمك بشكل جيد في هذا الوقت. يعمل قمر الدلو على تنشيط أثناء إجراء اتصال إيجابي مع عطارد التواصلي في الجوزاء في منزلك الخامس للتعبير عن الذات. قد تجد نفسك في اجتماعات مهمة مع الآخرين بخصوص مشروع إبداعي. إن بإصرار هو أن الطاقة واضحة بما يكفي لكي تسير الأمور على ما يرام. كن صريحا وقم بإحداث تأثير أكبر. اجتماعيا، إن مشاعرك تجعل الحياة أكثر صعوبة من المعتاد، ولكن يجب أن تكون قادرا على شق طريقك دون الكثير من التعرق. قد تضطر